وهذا المحلول ستلاحظون أن الشيء بدأ يختفي شيئا فشيئا. السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سأتقاسم معكم وصفة للتخلص من الشيب أو الشعر الأبيض، بحيث يعتبر ظهوره أحد الكوابيس الفظيعة للنساء بالخصوص. وهناك بعض النساء يواجهن مشكلة الشيب في سن مبكرة ما بين العشرينيات والثلاثينيات، مما يجعلهم يبدون أكبر سنا. والشيب هو في الحقيقة هو عندما تقل إفراز مادة الميلانين الملونة للشعر، ويكون ذلك مع التقدم في السن، حيث تصاب الخلايا المفرزة للميلانين بالشيخوخة فيقل إفرازها، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها سوء التغذية، أيضا الحالة النفسية غير المستقرة والاضطراب، وكذلك التوتر، عدم الاهتمام بنظافة الشعر أيضا، وكثرة استخدام المجففات ومكوات الشعر التي تحرق البصيلات. لذلك تلجأ السيدات لاستعمال الصبغات الكيماوية لإخفاء الشعر الأبيض، مما يضر أكثر بالشعر، خصوصا إذا كانوا يعانين من بعض المشكلات الأخرى يعني كالضعف والجفاف، مما يزيد الطين بلة، إضافة إلى أن الصبغات مكلفة جدا. إذن لتجاوز هذا المشكل والتخلص منه سنعمل وصفات طبيعية أفضل بكثير من الصبغات الكيماوية لإعادة إفراز مادة الميلانين في البصيلات، وبالتالي استعادة اللون الأصلي للشعر. لنبدأ بالوصفة الأولى، إذا سأحتاج فيها المريمية. إذا المريمية هي من أحد الأعشاب الفعالة التي تمنع ظهور الشعر الأبيض، كما أنها من الأعشاب الرائعة جدا التي تغمق لون الشعر وتكسبه اللون الأسود. سأحتاج أيضا إلى إكليل الجبل أو حصى البان، وهو من الأعشاب المفيدة جدا، ومن أسمائه كما قلت حصى البان، حشيشة العرب، الروزماري، ندى البحر وغيرها. في المغرب يعرف باليازير أو الأزير، وهو منشط رائع لبصيلات الشعر، يساعد في علاج التساقط وتحفيز نمو الشعر من جديد، كما أنه يقضي على الشيب. سأحتاج أيضا إلى أكباش القرنفل، رائعة جدا لتطهير فروة الرأس وعلاج مختلف المشاكل الجلدية التي تصيب فروة الرأس. وسأحتاج إلى مكون رابع وهو حبوب السمسم. حبوب السمسم من الحبوب الغنية جدا بالفيتامينات وبالدهون الجيدة لفروة الرأس، كما أنه غني جدا بالفيتامينات التي تسمح بتغذية البصيلات وبالتالي عودة الشعر للونه الأصلي. إذن لنمر لعمل هذه الوصفة. وطبعا سأحتاج لزيت الزيتون لخلط كل هذه الأعشاب. إذن في مطحنة كهربائية سنضع المكونات طبعا لطحنها، إذن سأخذ ملعقة صغيرة، يمكنكم مضاعفة الكميات، ملعقة صغيرة من إكليل الجبل وملعقة صغيرة من المريمية، أضيف القليل. طبعا سأخذ ملعقة صغيرة من حبوب السمسم، سبق وقدمت بوصفة بها فهي رائعة جدا، وسأخذ ملعقة أو أقل يعني نصف ملعقة فقط، لأن هذه يعني الحبوب قوية جدا. إذا سنأخذ نصف ملعقة من هذه الحبوب ونقوم بطحن الكل للحصول على مسحوق. إذا بعد طحن جميع المكونات سنحصل على مسحوق بهذا الشكل كما ترون، لا داعي لغربلته. سنقوم بوضعه في وعاء زجاجي طبعا للاحتفاظ به. كما قلت يمكنكم مضاعفة الكمية للحصول على كمية أكبر.
هذه الأعشاب رائعة جدا وتقضي على الشعر الأبيض. طبعا هذا الأمر يتطلب المداومة، يعني لا يكفي فقط أن تعملوها مرة أو مرتين وتقولوا أنها لم تعطي نتيجة، يجب المداومة للحصول على نتائج جيدة. إذن بعد أن وضعتها في القنينة سأضيف إليها الآن زيت الزيتون، إذن سنقوم بنقحها في زيت الزيتون. سأضع ما يكفي من الزيت لخلط هذا الخليط، تضعون تقريبا كأس صغير من زيت الزيتون الطبيعي حتى يغمر كل الأعشاب، نحرك طبعا الكل حتى تتجانس جيدا. كما ترون حصلنا على هذا الخليط، سأضيف المزيد من الزيت تقريبا يعني كوب صغير بالنسبة للمقادير التي خلطت. طبعا تتركون هذا الخليط منقوع في الزيت، يفضل الاحتفاظ به في خزانة المطبخ طبعا حتى لا يصاب أو يعني حتى لا يتعرض لأشعة الشمس. وبعد ذلك ستجدون يعني أن الأعشاب قد نزلت لأسفل وأن الزيت قد صعد للأعلى، هكذا سيكون الزيت غني جدا بالعناصر التي ستساعدنا على التخلص من الشيب. تتركونها منقوعة هكذا لا داعي لتصفيتها، وفي كل مرة يعني بعد مرور 10 أيام على عمل هذا الزيت تقومون كما قلت بأخذ، تجدون أن الزيت قد صعد للأعلى، تقومون بالأخذ منه وتقومون بتمريره على فروة الرأس بالأخص وحتى على الشعر، وتتركونه لمدة ساعة، تضعونه على كامل الشعر، وبعد ذلك تقومون بتغطية رأسكم يعني ببوني بلاستيكي أو قبعة بلاستيكية، وطبعا يمكنكم تسخين عمل منشفة في ماء ساخن ووضعها على البوني البلاستيكي حتى تسخن فروة الرأس وتفتح المسام، وبالتالي يتشرب الزيت تستفيد بصيلات الشعر من فوائد هذه الأعشاب الدائبة في الزيت. تتركون هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة وبعد ذلك تقومون بغسله، تقومون بالعملية مرتين في اليوم وذلك لطيلة 3 أشهر إلى أكثر. إن أردتم نتيجة عليكم بالمداومة. إضافة إلى هذه الخلطة سأقدم لكم خلطة ثانية مصاحبة لها حتى تتخلصوا بشكل فعال من الشيب. إذن الخلطة الثانية هي عبارة عن بخاخ، سأستعمل فيه عشبة اليزير أو حسلبان أو الروزماري، والعشبة الثانية هي المريمية، فوائدها رائعة جدا للشعر، هي مضادة للأكسدة والالتهابات والفطريات التي تحمي فروة الرأس من الإصابة بالحكة والقشرة، علاوة على أنها غنية بفيتامين A وB وC التي تحفز إنتاج الكيراتين وتدعم مرونة خصولات الشعر ولمعانها، كما أنها تقضي على تساقط الشعر والصلع الوراثي، إضافة إلى إكليل الجبل الذي لا يقل أهمية عن عشبة المريمية. إذن في كسرولة سنقوم بوضع الأعشاب، إذن سأخذ القليل فقط يعني نصف ملعقة تقريبا من إكليل الجبل ونصف ملعقة من المريمية، يعني سأعمل كمية صغيرة فقط، وسأضيف إليها كأس من الماء وأترك الكل يغلي على النار. بعد إزالتها من على النار نقوم بتصفيتها للحصول على الماء فقط، طبعا يجب تركها حتى تبرد. بعد أن تترك الماء حتى يبرد يعني ماء المريمية وحصى البان، تقومون بوضعها في بخاخ حتى يسهل تطبيقها على الشعر. إذن عملت كمية صغيرة حتى تكفي يعني لاستعمالها من 2 إلى 3 فقط، يفضل إعادتها في كل يوم.
إذن تقومون برش هذا المحلول على كامل الشعر، وخصوصا على المناطق التي بها شيب أو شعر أبيض. يمكنكم عمل هذه الطريقة يوميا، لا بأس في ذلك. وطبعا لن تشطفوا شعركم، اتركوه على الشعر حتى يجف. يمكنكم عملها في أي وقت تشاءون، يعني من مرتان إلى ثلاث في اليوم أو أكثر، لكم الاختيار. تقومون برشها والمداومة على ذلك، إضافة إلى الخلطة هذه الخلطة التي تعملونها كما قلت مرتان، وهذا المحلول ستلاحظون أن الشيب بدأ يختفي شيئا فشيئا. المهم في هذه الوصفات هو المداومة عليها حتى تعطي النتيجة المرجوة، لأن الأمر يتطلب بعض الوقت، وكذلك البصيلات تتطلب تغذية. يوم عن يوم سوف تكتشفون أن الشيب بدأ يتغير لونه، أولا يبدأ بأخذ لون بني وهكذا شيئا فشيئا حتى يصير الشعر بلونه السابق. وطبعا للتخلص من الشعر الأبيض عليكم بأكل الجزر والخيار يوميا، جزرة وخيارة يوميا للتخلص من الشعر الأبيض، إضافة إلى أنه يجب الابتعاد عن الصبغات الكيماوية، عن المكواس، عن المجفف، وحتى عن يعني المواد التي مثلا نضف بها شعرنا كالشامبو أو غيرها من السيرومات التي تكون محملة بالمواد الضارة للشعر. طبعا يجب الاهتمام بالشعر سواء من الناحية الغذائية أو حتى من ناحية العناية به وما نضع على شعرنا، يجب الانتباه جدا لذلك، لأن هناك بعض الشامبوهات الغنية بمواد تكون كعطور في الشامبو، هي أيضا تسرع من ظهور الشيب في الشعر حتى لو كنت أصغر سنا، فالشعر الأبيض يبدأ بالظهور. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الحلول الخاصة بالتخلص من الشعر الأبيض. داوموا عليها لتحصلوا على النتيجة. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوهم أيضا. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وكذلك انضموا للجروب على الفيسبوك. سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.